واش لا فامي، السلام عليكم. تمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نديروا الاتمام ديال الفيديو اللي داز. الفيديو اللي داز هضرنا على مميزات ديال موقع مي سيرفيس، اي السكن الجامعي للطلبه في فرنسا. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا اننا نطرقوا ليزيتاب اللي طرقنا لهم في الفيديو اللي داز، اللي تتعلق بالسكن، فيزا البلغارو هنا فرنسا، بلو تخا بلي جوب ديسيديون او السليك. المهم في هذا الفيديو غنحاول نطرق لكيفاش غندير باش ريزيرفي واحد الشومبر في الكروز. اوكي، بصفة عامة الناس كيلقاو مشكل باش يلقاو السكن في مي سيرفيس ديالنا، المشكل كنعانيو منو حتى حنا. دونك في هذا الفيديو غنحاول نعطي واحد النبذة اللي بسيطة، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. مي قبل ما نبدا هذا الفيديو ضروري خاصني نخليكم مع سبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو قضية سهلة. استقبل الفلوس ديالك في اقرب وكالة ديال الشعبي كاش او كاش فلوس. اياه كاش فلوس، ميت صوت ولا تلعب ما عليك الا انك تدخل كود برومو اللي هو كوريالي. كوريالي وبقى كيزيد 10 اورو، تزيد دابا حاليا ما يقارب 20 اورو سيدي. اياه 200 درهم زايدة. المهم دابا قلنا غنتكلموا على السيت ديال مي سيرفيس في ليطاب ديال اللونجمون. اللونجمون ساكن فرنسا، دونك اي واحد غيجي لفرنسا خاصو اللونجمون ديالو، خاصو الساكن، سواء غيخرج يكري او خاص يشوف لوطيل في البدايه او. دونك في هذا الفيديو غنحاول نعطيكم غير لي زيتاب كيفاش غنلقى واحد الساكن في الكروس، واش ديسبونيبل او لا. اول حاجه هاد الكروس راه تيكون بروبريتير، بمعنى ماشي اي واحد كيدخل له. اول وحدين كيعطيهم هما الناس اللي كيكونوا جايين بواحد لابورس، ولا اللي تيكون عندهم داك الدوسي سوسيال ديال لي ستوديو، هما كيكونوا هما تيكونوا كيعطيوهم الكروس الاول، هادو تيكون اوبليجي على الكروس يعطيهم. ثاني وحدين هما الناس اللي جايين في كونفونسيون، الناس اللي كيجيو في كونفونسيون راه اوتوماتيكمون راه الكروس واجب على لينيفرسيتي او الكورديناتور ديال هذاك لينيفرسيتي انه يقلب لكم على الكروس. الناس تكون فونسي راه اوبليجي خاص الكروس يكون عندك، هذه ما كنهضرش عليها. وسيرتو اللي جاي عنده ام ان في المغرب وجاي ام 2 راه الكروس راه خاصو يكون عندك. الناس اللي ما جايش وعنده، الناس اللي ما جايش فونسي وهو جاي هي عبر كونت بوس، هاد الاشخاص حتى هما راه ممكن انهم يدفعوا الدوسي ديالهم ويتقبلوا في الكروس، مي بشرط ان هاد الشرط الوحيد هو انك تكون ام 2 او كتستجوب للشروط اللي كاينه، هو ان خاص يكون الكروس مع عمر. زعما الا كان عمر ما عندهم ما يديرولك كتخطر واحد الدوسي نتاعك، تسنى الدور ديالك. وخاص الناس اللي راه في ليسونس ولا شو بغاو حتى هما الكروس في شهر 9 و 10 و 11 ما نضمنلكش، مي في شهر 1 و 2 يمكن لك انك تدفع الكروس. وملي كتلقى انت مثلا راك في ليسونس راه يمكن لك تلقى تدفع الجيد كل عام، ويبقى يعطوك الكروس على طول الدراسه ديالك وما حتى في ديك اليونيفرسيتي. وعاوتاني الا مشيت لشي مدينه اخرى دونك راه خاصك تعاود تبدا على زيرو، خاصك تدفع وتسنى تكون شي شومبر ان شاء الله خويا. مي كنهضر على اللي كيسبقوهم ولا كيعطيوهم الاولويه هما الناس ديال ام ان اللي قلنا ديال كونفونسيون راه كيجي وراه اوبليج راه نورمالمون خاص الكورديناتور ديالكم فرنسا اللي كيكون ديك اليونيفرسيتي ديال البارتنايا راه هما كيتكلفوا لكم بالسكن، كيدير لكم ريزيرفاسيون ولا حتى البيرو انترناسيونال. دونك هذا ما كان. المهم دابا حاليا غنطرقوا كيفاش اننا غنشوفوا او نديروا ريزيرفاسيون. دونك اول حاجه كتدخل المي سيرفيس. اوكي، ديجا كنتي فاتح كونت وعندك كونت في مي سيرفيس يا تبارك الله، ما كنتيش خاصك تمشي دير لانسكريبسيون في مي سيرفيس، لان هذا هو اللي يكون عنده علاقه بلي ستوديو وكاع بلي بالحوايج اللي تتعلقوا بلي ستوديو. المهم ما كنتيش في عندك كونت، كتدخل هنا كتعمر لي زانفورماسيون ديالك هنايا. هما ابخي راه كيعطيو، المهم كتكونفيرمي داكشي في الجيم في الايميل ديالك، وكيعطوك واحد النيميرو. هاد النيميرو الى غيرت الايميل ولا مشى لك المود باس يمكن لك ترجعو غير من هنا تتكون تدير واحد الكونتاكت. هما كيكولوجيو معاك جميع البروبليم كاع، الا غلطتي في شي حاجه راه من داك الكود هو رقم التعريف ديالك، بمعنى اخر كيكون الرقم ديالك في الكلوز، كنطلعو داك الرقم مثلا انت محمد ولا عبد القادر مثلا تكون معروف داك الرقم. دونك ماشي هذا هو لوبجيكتيف، لوبجيكتيف هو انك فتحتي كونت عندك كونت في مي سيرفيس. دونك عرفنا لكم الطريقه كيفاش غتفتح كونت، غتدخل دير انسكريبسيون ساهل لك شي بالايميل وراه كيجاوبك. دونك انا مثلا عندي كونت، دونك غندخل انا ديجا فاتح كونت هنا، تيكون
الكروس في الراك ولا فين اخر كروس كنتي ساكن؟ لما عاوتاني كنتي في الكروس يبقى لك هكا كيبقى في الكروس فين كنتي ساكن. اوكي دونك بالنسبه لينا حنا هو البارسي ديال اللوجمون هي اللي عندنا بها علاقه. دونك انت جيتي من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس كتقلب على الكرا. دونك الا ما لقيتيش الكرا في الكروس انا نعطيكم هذا الباسي ديال بشي بارتيكولي. هنا كيكونوا لي زانونس حتى في مي سيرفيس كيقدم لكم واحد الخدمه ديال لي تلقى لي انونس حطها شي واحد واحد البروبريتي عند واحد الشومبر كيحطها بار اكزومبل. انا ندخل لهاد لوكافيز. المهم كتدخل لهنا مثلا انا بغيت عندي بغيت المهم كتكتب هنا السميه ديال ليتابليسمون بلاصه فين ولا المدينه ولا اش ولا مثلا نكتبوا هنا الريجيون فين انا في رانا مثلا اشنو نكتبوا نقلبوا على ليل دو فرانس نشوفوا نشوفوا البارتي دو بروتا مثلا. المهم حنا نشوفوا هنا المهم نشوفوا البارتي دو بروتا ولا المهم ولا كاع الناس نهضروا على بارتي دو لومون نشوفوا نكتبوا هنا غير لومون مثلا لومون المهم بالنسبه للريجون ديالها هي ديك لومو مثلا كاين هاد الشومبر انا المهم في الاخر اول حاجه كتبوا هنا لومو مثلا الريجون كما عندكمش علاقه بها. المهم ما عليناش مثلا الشومبر هي اللي ديسپونيبل مع التلاله راه الشومبر تي 5 دونك لو بري ديالها لي زانفورماسيون ديالها الكارونتي الكارونتي شحال كتدفع الكارونتي. المهم كتصيفط لو ميساج بونجور جو سوي كدا 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 العالم كدا كدا بانني كدا كتعطي لي زانفورماسيون ديالك و كتريزيرفي الشومبر اللي عجبتك فهمتي. اولا كنعطي لي زانفورماسيون اللي كاينه الشومبر الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اوكي كتصيفط الميساج و كتسنى توجه ترجع هنا الميساجي راه كتهضر معنا في الميساجي. ما عجبتك الشومبر كتشوف شومبر اخرى الشومبر اخرى غير حداها كترجع شي يلاه كدا كدا. المهم الشومبر الشومبر هادي دو مثلا هادي راه هادي بعيدة شوية على لومو نشوفو هاد اللي فيها الشومبر كاد تا هادي. المهم كتقلبو هنا العلام طق طق كتشيفت ايميل و كتسنى الغيبونس ديالو و كتشوف لي بخي لي يناسبك نتا عاود تاني. هادي من جهة ماشي المهم انا عطيتكم فكرة على هاد البارتي و صافي. دونك اهم حاجة هو انك بغيت تريزيرفي في الكروز كدخل لهاد البارتي ديال تخوفي اللونجمون تاكد بانك مكونيكتي بالسميه ديالك. اوكي كتمشي لهنا كتكونفيرم بيه لاني هنا مثلا سيو لومو نشوفو الكروس ديال لومو لومو اطون ها هو داك طلع لنا ندير كوبي باش نبقى نحاودها نديرو لونسي لونس ما كاينش ما طلع لنا والو. علاش؟ لان اللي كاين لو دوموند بزاف وما كيتسناو حتى يسالي والقدام عاد يشوفوا يشوفوا الجداد واللي عندهم باطوناي دونك ما كاين ما بالنا والو. اغلبيه الكروس حاليا ما غتلقاوش ما غتلقاوش فيهم دونك مي احسن حاجه هو انكم خاصكم تجيو للبلاصه ولا تشوفوا شي واحد يشوف لكم تشوفوا بار فيسبوك ولا في البنكون راكو غتلقاو ولا تشوفوا في عند شي بارتيكولي كما وريت لكم قبل. المهم انا بغيت نوري لكم انا نعطيكم واحد المدينه اللي معروفه هي ديجون. ديجون راه تيكونوا فيها الناس اللي بغيو ديجون راه تيكون لي زانونس موجودين بالنسبه للكروس كاين الكروس زعما ديسپونيبل. ها يعني كاينين جوج هنا جوج ديال ريزيدونس. المهم حنا ديما كنقلبوا على الرخيص هاد الغالبيه 274 حتى هو رخيص. شوفوا الى هاد 164 اورو احنا ندخلوا له كات اجوتي كوم كاتسيليكسيوني هنا كيعطيك الريغل ديال المهم باش المهم ديال ريزيرفاسيون بانك غتخلص شي تخربيقات. المهم حنا غنشوفو نكملو الدوموند ديالنا هو راه كيعطيك بانك المهم المعلومات على الشومبر وفوقاش هو راه من 1 سبتمبر حتى 31 اكتوبر حتى شهر 8 وغتخرج. دونك كات كونفيرمي كات انديفيديال نفس الشومبرات كون انديفيديال تتفيريفي الدوموند ديالك واش هو داكشي كامل كدير اونفوي لا دوموند. هاديك لا دوموند راه بيان اونجيستخي هو داك غيديرو غيكونسلتي المهم يديرو كونسلتاسيون ديال الدوسي ديالو ابخي راه غيسيفطولي غيسيفطولي في
غير سيفط غير تواصلوا معايا في الايميل الا تقبلت. ملي كنتقبل غير يسيفطوا في الايميل كوم كو انك تقبلت. اوكي دونك هادي من جهه. دونك انا حيت راني كنوري لكم غن انولي ندير انولاسيون ديال لا دوموند سي بون. اوكي دونك كيبقى تواصل معهم. وهنا ملي كتريزيرفي راه كتخلص واحد 100 اورو وابخي راه كتمشي تعمر الدوسي لوكاتيف. ملي كيعطوك لاكسبتاسيون هما راه كيديريجيو كيقول لك سير تعمر الدوسي لوكاتيف بمعنى كتدخل لي جوستيفيكاتيف ديالك كتلقاك خلص لاسورونس و سفيك. المهم راه كيفيريفيو معاك الدوسي نتاعك واش هو هذاك ولا لا وكتخلص الكارونتي. مثلا هاد الشومبر اللي كنا حنا 164 اورو في ديجون هذا غير اكزومبل مثلا راك كتخلص واحد الكارون بحالو شي 164 ولا تقريبا واحد الشهر ديال الكارون ما كيعاود يرجعوا لك في لافان بحال هكا تما كارونتي كتخلص واحد 164 اورو ديال الكارونتي. المهم مينيموم تيكون شهر. ما بالنسبه لي شي بارتيكولي ولا في كريتيف شي بلاصه راه كتخلص من شهر حتى شهرين على حساب البلاصه وعلى حساب الشومبر اللي اختاريتي. جو بونس هادشي ما كان في هاد لا فيديو. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. في الفيديو الاخر ان شاء الله باش ما نطولش لكم غنطرقوا الفيزا كيفاش غنديروا كارون فيزا. المهم غنسويفي الفيديو مي هاد لا فيديو غيتحدي لهنا. انا ان شاء الله في الفيديو الاخر غنطرق الباسي ديال الفيزا. المهم كلنا يحييكم. نتمنى ان هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. نشوفكم فيديو اخر اللي غنهضروا فيه شويه على فيزا وشكون هو فيزا. يلا محمد الكريني يحييكم. صلوا لي في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.